يوم وأريج. هلأ لوين رح نروح؟ وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهو ابن سوريا الذي أثبت أنه على قدر المسؤولية والثقافة والطموح والنجاح أيضا. الشاعر والمترجم السوري ثائر زين الدين فاز بجائزة الأديب الأوكراني فلاديمير سوسيور التي يمنحها فرع أوكرانيا للاتحاد الدولي للكتاب كل عام. أريج، أما وثيقة الجائزة فقد جاءت مرفقة بميدالية تحمل صورة الأديب الأوكراني سوسيور. لنحكي أكثر عن هالإنجاز معنا الشاعر والمترجم السوري ثائر زين الدين. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. مبروك الجائزة. ألف مبروك. خبرنا أكثر عن مضمون الجائزة وكيف تم الترشيح لها. طبعا بداية فلاديمير نيكولايفيتش سوسيور هو شاعر أوكراني، شاعر من المرحلة السوفيتية، وولد عام على ما أذكر 1898 وتوفي عام 65، وكان من كبار الشعراء السوفيت، ونال هو أيضا جائزة ستالين يوم ذاك للإبداع الأدبي من الدرجة الممتازة. الآن الأوكرانيون بعد طبعا أن تحقق هذا الانقسام في الاتحاد السوفيتي أطلقوا اسم هذا الشاعر على جائزة يقدمها اتحاد كتاب أوكرانيا. تمنح كل عام لأديب من الأدباء، قد يكون من أوكرانيا نفسها أو من جمهوريات رابطة الدول المستقلة، أو قد يكون من خارج يعني هذا الفضاء السوفيتي السابق. هذا العام بداية العام تم الاتصال بي وذكر يعني أنني مرشح لنيل هذه الجائزة، ولذلك أنا استفسرت عنها بشكل دقيق وحتى عدت فقرأت بعض أشعار فلاديمير سوسيور ووافقت على الترشيح. طبعا طلب إلي أن أرشح بعض الأعمال فأرسلت لهم على طبعا على الإيميل مجموعة من الأعمال السابقة. في أيار أعتقد في السادس من أيار تم منحي هذه الجائزة. لم أستطع طبعا أنا السفر إلى كييف عاصمة أوكرانيا، لكن قام وفد من الكتاب الأوكرانيين بزيارة السيد سفير الجمهورية العربية السورية دكتور حسن خضور وتم تسليم الجائزة له، وأنا استلمتها طبعا من وزارة الخارجية السورية. نعم هي هي الجائزة. نعم. وأيضا الميدالية. نعم يعني خلينا نحكي يا دكتور عن مضمون هيدا الجائزة يلي تم منحك إياها وأرفقت بميدالية يلي تعتبر الميدالية وسام طبعا مع الشهادة. خلينا نحكي. الحقيقة أنا كنت سعيد لحيثيات المنح، يعني جاء كما هو مبين باللغة الأوكرانية جاء تمنح للكاتب السوري ثائر زين الدين على مساهمته أو إسهاماته في تطوير العملية الإبداعية، وجاءت جملة أنا سعيد بها كثيرا مع أنها غريبة، ولشجاعته المدنية أو لشجاعة المواطنة. ثم آخر جملة ولأعماله الأدبية الأخيرة. هلق هذه الكلمة لماذا أنا سعيد بها؟ لأنها يعني هم يرون الواقع في سوريا على ما يبدو. نعم. ويرون أن كثير من الأدباء السوريين تمسكوا ببلادهم ويعني ظلوا في سوريا مهما حدث فيها، وقاموا بدورهم كما يعني جاء التعبير هذه الشجاعة المدنية بدورهم، مثلما يعني هناك شجاعة يقوم بها الجندي. الجيش والجندي البطل، أيضا هناك شجاعة أخرى لكل من يحافظ على هذه البلاد، على مؤسساتها، على بناها التحتية، على أدبها وثقافتها ومعرفتها. وبالتالي كانت لفتة كريمة من لجنة الجائزة يعني بإضافة هذه العبارة. نعم دكتور، ذكرت لنا أنه تم إرفاق معلومات وأيضا روايات عفوا يعني أشعار لحضرتك وأيضا مواضيع أدبية. شو هي أهم المواضيع اللي تم طرحها حتى حضرتك نلت الجائزة؟ أنا أرسلت الأعمال الأخيرة، يعني أرسلت ثلاث أعمال منها مجموعة الشعرية الأخيرة ورميت نرجسة عليك، وهي مجموعة صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في السنتين الماضيتين، وأرسلت أيضا مجموعة قصصية لكاتبة أوكرانية ترجمتها أنا وأديب سوري أيضا متميز دكتور فريد حاتم الشحف، عمل جميل أصدرته جامعة دمشق ضمن سلسلة الخيال العلمي.
بالإضافة إلى ترجمات الأخرى لبعض الكتاب الروس مارينا سفيتايفا وفاليري بيريوسف. إذن أرسلت بعض الأعمال وطبعا هم استعرضوا هذه الأعمال بالإضافة إلى سي في شامل حول يعني الكتابات المختلفة التي كتبتها سواء إبداعيا أو في مجال الترجمة. خلينا نستعرض شوية من الأعمال يلي حضرتك كنت فيها. نسمع شيء من حضرتك. نسمع شيء منها يعني من الأشعار من أنا لم أجهز نفسي للشعر لكن أي مقطع صغير في كل الأحوال. نعم نعم سأستذكر لي قصيدة ألقيتها منذ أيام في المركز الثقافي العربي في طرطوس نعم. اسمها مشاهد سورية. حلو. سأقرأ المشهد الأول وهو مشهد صغير. تفضل. يزنر شيخ ضرير فتى بحزام غريب ويصرخ الله أكبر. يوزع قائد أغربة لعناصره كاتمات بنادق قنص ويصرخ الله أكبر. وتزرع أم إلى جانب البيت زيتونة وهي تهمس الله أكبر. هذا مشهد من المشاهد السورية طبعا. قديش في معنى ورسالة يعني هذه الكلمة النبيلة الرائعة التي تهتز مشاعرنا لها أكيد. كعرب وكمسلمين وكمسيحيين. هنا مكانها الله أكبر. هنا في الزراعة وفي البناء وفي الولادات وفي الجديدة الولادات وليس في الدمار طبعا. هذا مشهد طبعا من قصيدة طويلة تقع نعم. في حوالي 12 مشهد رائعة. الله يخليكم دكتور. يعني مشاركة سورية حضرتك شاركت فيها بالخارج، لكن قديش اليوم مهم هالمشاركات السورية بالمحافل الدولية عبر الأدب أو بغيرها من الفنون؟ نعم طبعا أنا سأقول كلمة وهذه يعني رغم الظروف اللي عم نعيشها بيكون في مشاركات دولية بكافة المجالات. أؤكد يعني لكما وليس من قبيل التواضع أن هذه الجائزة يستحقها كثير من الكتاب السوريين ومن المترجمين. أستطيع الآن أن أذكر عشرات نعم. ومن الذين يترجمون عن الروسية يعني من صديقي الآن الذي ذكرته مثلا دكتور فريد الشحف، دكتور هزوان الوز، الدكتور شوكت يوسف، عياد عيد. أستطيع أن أذكر الآن أرجو ألا يعني يغضب مني من سأنسى أسماءهم عشرات الكتاب الذين أجادوا في مجالات الترجمة والكتابة والذين أيضا تمسكوا ببلدهم في لحظات المحنة على رأي الشاعر المصري الكبير أمل دنقل. لم يديروا الظهر للوطن في لحظات المحن. إذن هؤلاء جميعا وأنا يعني واحد منهم نحاول أن نقوم بدورنا، نحاول يعني سواء من خلال كتاباتنا أو من خلال ترجماتنا لآداب الأمم الأخرى إلى لغتنا العربية أن نخلق جسور التواصل هذه ما بيننا ما بين ثقافتنا العريقة وثقافات الأمم الأخرى. وبالتالي بهذا الشكل يعني نحن نقول أننا مع الحياة، مع الضوء، مع النور، لسنا مع الظلمة، لسنا مع الموت، لسنا مع الدمار. إذن هذا شكل من أشكال تعبيري الأدبي عن هذه الأيقونة الحياتية بصورة نعم. جمالية. نعم، هي الرسالة اللي حبيت توصلها أكيد. نعم نعم. يعني دكتور لكل حدا منا دور توصيل رسالة معينة بدون تشويش. خلينا نركز على الأديب، دور الأديب في أنه يوصل رسالته بعيدا عن هذا التشويه ونقل الحقائق صحيحة بالشعر، بالكتابة، بالنثر، بأي شيء، مثل بيت الشعر يلي كان له رسالة كتير مهمة أنه نحن عم ننقل كلمة الله أكبر لهي لشو. قديش مهم الأديب ينقل الصورة بعيد عن التشويه. تماما. وفي الحقيقة وهون يجب أن أضيف مسألة، نحن كأدباء وككتاب حقلنا حق الجمالي مثلكم أيضا، يعني حق الإبداع وحق يفترض لكل ما يطرحه الأديب من أفكار ومن معاني ومن موضوعات أن يعني أن تلبس لبوسا جماليا، أن تقدم بمثلا بلغة عالية بصور جميلة. رسالته في الأدب في إذا كان أديبا طبعا رسالته في هذا المجال. الفنان التشكيلي أيضا يعبر عن الموضوعات التي تحدثنا عنها، أيضا يعبر بأدوات جمالية تتعلق بالفن التشكيلي. المسرح، السينما، كم من الأفلام الآن الجديدة مثلا والتي وبعضها أطلقتها وزارة الثقافة السورية
أفلام تعالج الحالة، تعالج المرحلة، لكن تعالج من زوايا جمالية. إذا تقدم الواقع لكنها لا تقدمه بشكل فج أو بشكل مباشر أو برعونة، إنما تقدمه بشكل بأدوات جميلة، هي أدوات توثيقي الفن، جمالي هي أدوات درامي. الفن. نعم. دكتور، حابين نعرف هلأ شو محضر، شو جديد، شو هي كتاباتك الجديدة اللي أنت مقبل عليها؟ هناك كتابان، الأول هو مجموعة شعرية لازلت طبعا يعني أكتب فيها، وأعتقد ربما تكتمل خلال عام أو أكثر. وهناك رواية مهمة جدا اسمها بلقان أو البلقان، وهي لكاتبة تدعى سفيتلانا سافيتسكايا، لكن هذه الرواية تتحدث عن حروب البلقان التي جرت، طبعا الحرب التركية الروسية وغيرها من الدول التي دخلت في هذا الحرب، كما قلت بطريقة فنية، بمعنى أن هناك قصة حب جميلة في الرواية تدور بين فتى تركي وفتاة بلغارية، وكان الأتراك يعني يستعمرون الأرض البلغارية. تدور هذه القصة على، لكن خلفيتها هي المعارك في محاولة تحرير بلغاريا من قبل يوم ذاك الاحتلال العثماني. هذه الرواية أشتغل عليها الآن وأترجمها إلى اللغة العربية. يعني دكتور، أول شيء بدنا نرجع نبارك لك بالشهادة وبالميدالية. إن شاء الله يا رب منشوفك بأعلى المراتب، ويبقى الأدب والشعر والثقافة هو عنوان لسوريا، سوريا الحضارة وسوريا الثقافة رغم الحرب ورغم الظروف. أكيد مثل ما ذكرت سالي، كمان نتمنى أنه تصدح دايما الثقافة السورية بأدبها وبكل فنونها وتحصل على جوائز بالمحافل الدولية. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور، تشرفنا. شكرا لكم، واسمحوا لي أيضا أن أوجه تحية إلى وزارة الثقافة السورية على هذا الدور الرائع، وإلى الأستاذ محمد أحمد حصرا وزير ثقافتي، لهذا الرجل الذكي المبدع. شكرا لكم، نحن نوجه له تصبيحة. شكرا دكتور، شكرا، يسعد صباحك. شكرا.